السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف ازاي ناخد مشهد او لقاء فيديو. اجي انا على سينماتكس واقول له ادلك السيكونس، هو بتختار اسم اقول له سيف، وبعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز اضيف نيو كاميرا، ودي هتبقى الكاميرا الحالية بالشكل دوت. طيب ممكن اجي هنا اقول له تاجل شو، فبيبدأ اشوف لي اللقطة كلها. ممكن اقول له هنا لا ده انا عايز اشوف المشهد اللي هيطلع في الكاميرا، يجي هنا بالشكل دوت حاجات صغيرة، ولقطة السينما تبدأ تعمل سيلكت على دوت وتقول له فوكس سيلكت، فدي الكاميرا زي ما انت شايف كل ما بحركها بتتحرك معايا هنا. ولو انت دوست على الزر دوت هيبدأ يجيب لك المشهد بالشكل دوت، بحيث ان انت تقدر تتحكم فيه في الليفت وفي الفرونت وفي التوب لو انت حابب. خليني اجي هنا اقول له انا عايز اكبر المشهد دوت، ودلوقتي ممكن اقول له بقى انا عايز اخد هنا لقطه معينه تثبت معايا، فاجي هنا فورم وادوس هنا هضيف لي نيو كي، وابدا احرك دي شويه هنا مثلا، واقول له انا عايز احرك الكاميرا، ممكن اعمل لها روتيشن بالشكل دوت. الروتيشن زي ما انت شايف هتحرك برده في المشهد. ممكن تقول له انا عايز كرييت اكي اوتوماتيك، وابدا احرك دي هنا لاخر المشهد، واقول له انا عايز مثلا احركها بشكل اخر، ممكن نعمل لها زي موف، نعمل لها روتيشن برضو، ممكن نخليها تبص مثلا لتحت شويه بالشكل دوت. طيب عايزين نشغل بقى المشهد، هقول له بلاي، فالمشهد ده زي ما انت شايف هيبدأ يتحرك بالشكل دوت. طبعا تقدر تتحكم في كام فريم في الثانية انت عايزه، تمام. ممكن تخليه 60 فريم، ممكن تخليه 100 فريم زي ما انت عايز. ممكن تتحكم في الوقت برضه، تقدر تعدل دي زي ما انت عايز. تسحب الشريط الأحمر دوت لهنا كده فتزود الوقت زي ما انت عايز. طيب بعد كده بعد ما خلص خالص ممكن تقول له render this movie، وتختار بقى انت عايز تسيفه اي في اي، ولا تسيفه كصور، ولا تسيفه كايه، وتختار الديتيلز اللي انت عايزها، الكام فريم في الثانية، عايز تضيف صوت ولا مش عايز، الاوتبوت عايز تسيفه فين، تسيفه مثلا على المسار دوت عادي اهوت سيلكت فولدر، وبعد كده بتقول له كريت الملف، تقول له سيف، فيبدا يعمل لك الفيديو زي ما انت شايف، وسيفه كاي اي، وتقدر ترفعه على اي موقع.